السلام عليكم محمد، كنت بشو معنا فيديو عشان صراحة أول مرة في حياتك جامد الفيديو، أو إنك تشترك في القناة نص إلى 300 مشترك وتضغط لايك نص إلى أكبر عدد من اللايكات. يا ريتك لو كنت بتشوف الفيديو وأنت تشترك، عشان اليومين دول مش في دعم خالص. ويلا نبدأ الفيديو. بدينا الفيديو بأول مشهد، في كوباية بنحط فيها مية سخنة عاملة لشاحن التليفون. بص بتاعي أخضر فأخضر فأخضر فأخضر، واو. دي بقى برسم شكل عن بتاع عن لوحة، برسم راجل ده اللي ورقة طبقها. واو، تشوف الناحية التانية تلاقيها بنت، الناحية التانية ولد. دي بتاع صدية وشينة، رش عليها مادة بتشيل الصدى وكل حاجة، بعد كده رسالها. بص بتشيل الصدى كله، بص أكيد لسه إيه جديد. دي بتوع الصين بيعملوا إيه من 10 وأنت نازل، مثلا بقى 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 زي كده، بس هم بقى نازلين وعاملين يعملوا صفر وان، عاملوا ألف في الآخر. بص عاملين يعملوا بسرعة، اتعودوا اللي هو بدنهم شهر في التدريب عشان ايه يتدربوا على الحياة دي، بدنهم كتير. دي بيلعب بألعاب نارية في الشارع، شو مثلا الحكومة مثلا الواد ده مسكت نقطة على طول عشان بيلعب بألعاب نارية في الشارع، ممنوع تلعب بألعاب نارية في الشارع. دي بتحط فلوس في الحصالة بطريقة عاملة زي يابا منديل وتعمله بالراحة، عشان هي مش هتحط واحد 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 بعد كل مرة واحدة. دي بتحط كورة في بتاع فوق تنزل بالتدريج، دي بتصف دي دي في دي دي في دي دي في دي تنزل عامل دي بيل اسمه بيل. دي طباخ، شوف بيعمل شكل على السمك ازاي، واو عامل شكل على السمك ازاي. دي تنين بتاع الصين كان وسخ وبقى طبعا نمر عاملين، دي كان عشر في الكوباية. سبحان الله بيكبر ازاي بالكوباية، واو بيكبر ازاي. دي بتاع التنس فعلا لفت من هنا وكده يا حاج. بص دي احتراف بقى التنس بقى الاحترافات دي، بس دي مش فوقي. دي واحد خلاه يقف على الماية ازاي، واو خلاه يقف ازاي. دي طيارات بتعمل اشكال في السما، بتعمل دايرة اشكال دايرة، واو بتعمل دايرة. شوف بقى مثلا ايه لو طيارتين خبطوا في بعض، شوف بقى ممكن ايه اللي يحصل لو طيارتين مثلا خبطوا في بعض مرة واحدة. دي برسم اللوحة، برسم إلكتروني، برسم اللوحة أي رسمة كده. دي اللوحة بالقلم ملونة بتاعها، دي برسم قلب بالإضاءة بتاعت التليفون ازاي، دي برسمها ازاي دي الإضاءة. دي آلة الزراعة، دي بتعمل ايه بتروح ولع ولع في الأرض عشان الأرض دي بتكون سايلة وكده، لأ لازم تكون في أنواع من الزرع تكون عايز حرارة وكده، تكون عايز حرارة وبتاع من ده. بص عمال يبخ على أرض جدين حمم، عامل زي حمم بركانية، عامل ازاي عمال يبخ على الأرض كلها. دي بيلعب بالحديدة، عمال يفهم الحاجة بيلعب هذا ازاي، عمال يبص وراه واللي جاي عمال يلعب فين. مصر عن خبر عن خبطة وشه ايه ده، دي سلسلة الأبعاد بترسمها، سلسلة الأبعاد عمال كده بص زي الحقيقة بالظبط، بترسمها كده زي الحقيقة بالظبط. واو واو، وشعر عامل ازاي يا جدعان، ينفع كده مش ينفع كده يا جدعان. ودي زي الحقيقة بالظبط، دي حط بتاع كوب بس عامل ايه ده، مادة بيضة عاملة زي اللبن بالظبط. بينزل ازاي المادة، المادة بتنزل ازاي، واو عامل شكل مرة روعة. شوف الشكل عامل ازاي، واو شكل مرة روعة، واو عمال يعمل في ورق الشجر خلاها تطير ازاي مش عارف، واو طارت فين. عايزين بقى ايه مش جايبين انها طارت راحت حتة ولا راحت اي حتة. واو دي مية بتغلي جوا البتاع، مية بتغلي، واو عاملة ازاي، عم كل ما يلف بتغلي. دي ايد كف ايد عاملها ازاي دي، عامل ايه عامل ازاي، واو دي بيعمل بقى شكل طباعة، دي الطباعة بتاعت الملابس، دي الطباعة بتاعت الملابس. واو بص عمال يعمل ملابس ازاي، دي بقى بتكون بقى الملابس بقى دي بمقشرة كده كده بتضرب اللغة دي، دي بتعمل بتاع دي اسمه ايه، بتشيل كرس من هنا بتحطها هنا، كرس من هنا بتحطها من هنا، دي الكرس الصاد بنشيل. دي مانجا، واو مانجا عاملة ازاي، عايز حباية مانجا زي دي ولا حبايتين، شوف بقى ممكن يعملوا ايه الحبايتين دول. واو وعلى عندنا حباية
باسم القرآن عايزين ناكل، في مقاطع زي في القناة يعني انت مثلا عايز تاكل ايه، اسمك انك انت تسمع مقاطع زي ديت هتجوع وكده تكون عايز تاكل. دي برضه اهو بتاع ايه اللي بيعمل فين، عامل الشانل ايوه، دي نوع من الاكل، ممكن تلاقي نوع دي نوع من الاكل، ممكن تلاقي نوع من الاكل النوع ده. بص عمال يورينا اهو، واو واو.